فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن نفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، حيث ورد أنه فعلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، فلا نفعل شيئا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. فعلينا من لزوم السكينة، والحمد لله الصلاة ما هي بنهابة، إذا وصلنا إلى الصف نكبر ونركع مع الإمام أو ندخل مع الإمام فيما أدركنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.